الملاكم محمد علي كلاي الفائز ببطولة العالم للوزن الثقيل 3 مرات كان يصف نفسه بأنه يطير كالفراشة ويلسع كالنحلة. الملاكم محمد علي كلاي صاحب أسرع وأقوى لكمة في العالم، حيث تعادل قوتها حوالي 1000 باوند. موضوعنا اليوم عن الحجاب، فما علاقة لكمة محمد علي كلاي بالحجاب؟ لا تستعجلون، سيتضح الموضوع خلال الحلقة. معكم حسن الحسيني، وهذا برنامج المختصر المفيد، يأتيكم كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إذا ما كنت مشترك في القناة يسعدني اشتراكك، وإذا أعجبك المقطع فلا تنسى وضع الإعجاب. نبدأ الآن على بركة الله. اليوم تاريخ 12 ديسمبر، وهذا التاريخ يوافق تاريخ وفاة هدى شعراوي 12 ديسمبر عام 1947، وكانت من أبرز الناشطات المصريات اللاتي شكلن تاريخ الحركة النسوية في مصر في نهايات القرن 19. كانت هدى شعراوي أول من نادى بنزع الحجاب في مصر، وقد فعلت هي ذلك، فكانت قدوة لغيرها في نزع الحجاب وخلعه. ولذلك حديث اليوم عن القدوة في الحجاب من حيث الخلع أو اللباس. فأنا في هذه الحلقة لا أتحدث عن حالات الفردية لنزع الحجاب، لعل هذا يحتاج إلى حلقة خاصة، لكني أتحدث عن حالات أخرى نعيشها في واقعنا. فتاة أو امرأة تضع نفسها موضع القدوة، سواء كانت ممثلة أو إعلامية أو من مشاهير مواقع التواصل، تقوم بخلع الحجاب وتجاهر بذلك، ثم تدعو الفتيات بسلوك نفس الفعل، تدعو إلى ذلك إما صراحة أو تعريضا، فهنا المشكلة. تبدأ القصة مع هذه المشهورة التي تضع على رأسها غطاء يشبه الحجاب، أو تلبس الباروكة أو التربان، يعني هو ليس بحجاب كامل، ثم تقرر فجأة أن تخلع هذه القبعة التي على رأسها، وهي تحسب نفسها من المؤثرين. بالتالي يجب أن تعمل مقطع فيديو يوثق هذه اللحظة التاريخية في حياتها، وتسميه بداية جديدة. ليتها اتخذت هذا القرار بينها وبين نفسها، كلا، هي تصمم على أن تخبر متابعيها بذلك، تخبرهم أنها اتخذت هذا القرار للأسباب التالية، وأنها ستبدأ مرحلة جديدة فقط لأنه كان هناك شيء على رأسها ونزع. وتبدأ هذه المشهورة بالحديث بذكر الأدلة القرآنية والحديث النبوي، وتناقش وتحلل وتحرم وتنصب نفسها شيخة الإسلام. قال أهل العلم: من هانت عنده محارم الله تعلق بأوهى الحجج ولو كانت كبيت العنكبوت. طيب، ما الذي دفعك لتخبرينا بهذا القرار، خصوصا وأن أغلب تلك المشهورات يعيشن دور الطيبات، وأن نزع الحجاب هو مجرد تغيير طفيف أو شكلي؟ طيب، لو كان بالنسبة لك هو مجرد تغيير سطحي أو شكلي، تابعي حياتك بهدوء، تابعي حياتك بدون أن تخبرينا، تابعي حياتك بدون تصوير، تابعي حياتك بدون فتاوى، تابعي حياتك في 60 داهية، تابعي حياتك بدون أن تقحمينا في كل صغيرة أو كبيرة في حياتك المقرفة، وخصوصا في قرار أنت تعرفين أنه حساس لدى الكثير من الناس، وأنه يمس الدين مباشرة. لعلمك أن وجوب الحجاب محل إجماع العلماء، ووجوب الحجاب من الأمور المعلومة في الدين بالضرورة، وفرضية الحجاب قبل عقود لم يكن محل نقاش أصلا، لا بين المفتين والعلماء ولا حتى بين عامة الناس. الكبير والصغير في كل التاريخ الإسلامي كان يعرف أنه يجب على المرأة أن تتحجب عن الرجال، فلماذا تحاولين أن تبرري لنفسك وتصرين على أن تضللي بنات المسلمين بحجة أنك مشهورة؟ وإحدى هذه المشهورات لما كثر النقد الموجه لها بعد خلع الحجاب، ظهرت للجمهور في حالة نفسية تبكي وتصرخ: اتركوني في حالي، لا تحاكموني ولا تدخلوا في حياتي الخاصة. طيب، ألست أنت من أقحمت الناس في حياتك الخاصة؟
ألست من تحدثين الناس عن أدق تفاصيل حياتك؟ ألست أنت من صورت خلعك للحجاب أمام الجماهير؟ أحدهم يقول: ليش تثيرون موضوع الحجاب والنقاب؟ مو إحنا اللي نثير الموضوع، بل هم الذين يثيرونه. إحنا الذي نتألم، إحنا الضحية، إحنا اللي ندافع. العلمانيون والليبراليون والحركة النسوية هم الذين يثيرون كل هذا، ونحن على يقين أنهم يريدون أكثر من ذلك. بدأوا بالنقاب ثم الحجاب، وبعدها إظهار الزينة وكشف النحر إلى آخره. ولذلك أقول: يا ليت التي تنزع النقاب تكتفي بذلك. لا يا حبيبي، هي بعد النقاب تشيل الحجاب، وليتها تكتفي بنزع غطاء الرأس. لا أبدا، هي تشيل كله من فوق ومن تحت، باكج كامل، بس هي تجيك على مراحل. لذا قال بعض أهل العلم أن العفاف إذا نزع أوله تتابع وتساقط، ومنه حجاب المرأة، إذا سقط أوله تداعى إلى آخره. وهذا مشاهد في كل المجتمعات والشعوب. سبحان الله، صرنا الآن نعيش في مرحلة من أسوأ المراحل التي مرت على تاريخ البشرية. صارت الشهرة متاحة للجميع، بل تصل بشكل أسرع إلى التافهين والحمقى، بل للناس الأشرار والناس المرضى. قبل فترة أقول المعدين معي: نحتاج نعمل حلقة عن المشاهير التافهين والحمقى. لكن الضرر الأكبر الآن من المشاهير المرضى الذين يقومون بنشر المرض والعدوى، وما يصورونه للناس ليس حقيقة حياتهم أصلا، بل يقدمون حياة مزيفة. وأسوأ منهم المشاهير الأشرار الذين يرتكبون الأخطاء والجرائم على مواقع التواصل وفي بث مباشر. ليس بالضرورة من يتابع هؤلاء هم تافهون مثلهم. الكثير منهم يدخل ليضحك، والبعض يدخل بدافع الفضول، لكن النتيجة أن هؤلاء المشاهير يكتسبون المزيد من الشهرة والمزيد من التفاعل، وبذلك يحققون هدفهم وهو المشاهدات العالية. إذن نحن أمام مشكلة خطيرة وحالة مرضية اجتماعية، حالة عامة وشاملة. وحتى أقرب لكم الصورة، إحدى المشاهير تقرر خلع الحجاب فتقيم حفلة لصديقاتها وتقطع الكيكة. أنتم مدركين مستوى المرض؟ ومشهور آخر يصور يومياته مع خطيبته المحجبة، وما أن يتزوجها حتى يبدأ بإقناعها بخلع الحجاب. ويتفاعل المشاهدون مع يوميات هذين الزوجين ومع النقاش الذي يدار بين الطرفين، وفي النهاية تقتنع الزوجة وتخلع الحجاب. تزيد المشاهدات وتزيد التعليقات ويزيد التفاعل ويزيد القرف. خلعت الحجاب وتردت في لباسها إلى أن ظهرت شبه عارية في لباس المايوه في المسبح. تخيلوا تأثير ذلك على بناتنا وأخواتنا. حالة مرضية مقززة. هذا المشهور مستعد يعمل أي شيء، مستعد يجعل حياته كلها قائمة على رضا الناس وعلى كم لايك وإعجاب ومتابعة ومشاهدة، فيضل ويضل، وتصير حالة مرضية من الطرفين، من المشهور ومن الجمهور. فالمشهور يجعل حياته تابعة للجمهور فيصير عبدا للناس وهو لا يشعر، والجمهور يرى المشهور إنسانا عظيما ونجبا ومعبودا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعجيب أن هؤلاء الشباب والبنات فرحانين بمصطلح المؤثرين. مؤثرون في ماذا؟ في الخير أو الشر؟ حاسب نفسك قبل أن تحاسب. والله هذه فتن زائلة، والحياة الدنيا هي متاع الغرور. اليوم لما نذكر الناس بالآخرة يشعرون أننا نكلمهم عن خيال، لأنهم يرون الدنيا هي الحقيقة. لكن بعد الموت تنقلب الأمور، سترى الآخرة هي الحقيقة، والدنيا كانت خيالا، كانت مجرد حلم. أيها المشهور، يوم القيامة سينقلب كل فساد كنت تنشره إلى وزر، وستبحث عن حسنة واحدة تساعدك، لكنك لن ترى إلا ملايين المشاهدات، مشاهدة الإثم والزور والخطيئة. وسيفر أهلك وأقاربك عنك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه.
المتابعون هم أول من ستهرب منهم يوم القيامة، سيبحثون عنك ويقولون ربنا هؤلاء الذين أضلونا. هذه الفتاة كانت لها دور في خلعي للحجاب، وهذا الشاب شجعني على ممارسة المزيد من المعاصي. فماذا ستجيب ربك؟ عزيز الأب، عزيزة الأم، يا أولياء الأمور والمربين، في هذا العالم المخيف إن أفضل طريقة للتربية والتعليم هي القدوة، فلا تتركوا بناتكم يتابعون كل من هب ودب، فتتشكل لديهم قناعات منحرفة ويتخذون من المنحرفات قدوات لهن. القدوة هي أنت أيتها الأم الحاضرة التي يشاهدونها وتعيش معهم. القدوة هي الرمز التي تحكي الأم قصصها لبناتها وتقرأ لهن سيرتها. علموا بناتكم أن اليوتيوبرز والفنانات والإعلاميات لسنا بقدوة، القدوة خرجت من بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. القدوة هي عائشة الصديقة حينما كانت تسدل الخمار على وجهها وهي محرمة حين يحاذيها الركبان. القدوة هي فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام حينما خافت أن يصف الكفن جسمها وهي ميتة، فصنعت لها أسماء بنت عميس غطاء للنعش يسترها. القدوة هي أمنا سودة بنت زمعة التي خرجت ذات مرة ليلا لقضاء حوائجها، وكانت امرأة طويلة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها أحد الصحابة وقال إنها سودة، فاستحت ورجعت ولم تقضي ما خرجت لأجله لأن الناس عرفوها رغم حجابها. القدوة هي أم سلمة حينما خافت أن تتكشف أقدام النساء إذا أرخين ثيابهن شبرا، فأذن لهن النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخينه ذراعه. القدوة هن الصحابيات حين نزل قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فشققن مروطهن ونعم الثياب فاختمرن بها في الحال ولم ينتظرن العودة للبيوت. وهنا يظهر أهمية تعليم السيرة النبوية للنشء، فهي زاخرة بالنماذج المشرقة والقدوات الرمز. والآن وصلنا إلى الجزء الأهم من الحلقة، وهي لكمة محمد علي كلاي. هذا الملاكم أيها الأحبة لم يكن بارعا فقط داخل حلبة الملاكمة، بل كان بارعا أيضا خارج حلبة الملاكمة، بارعا في تأديب أعداء الدين ممن يوجهون سهام نقدهم إلى الإسلام، وبالأخص ستر المرأة في الإسلام وما يتعلق بلباسها وحجابها. أترككم الآن مع هذه الملاكمة. What's wrong with miniskirts? What's wrong with hot pants? I mean, well, see, we this is a European design thing, and but righteous people, you go to Saudi Arabia and tell a woman to put on miniskirt. Go to Zaire, Africa, and have the women put on short dresses. They'd be fined or locked up. Go to Pakistan or go to all throughout black Islamic Muslim countries. Number one, I have a wife and she's walking around with a skirt up to here. And then what's happening? Well, why do I want everybody to see her? What's the man? I mean, people looking and winking, they lusting for her, all kind of freaks and no good people on the streets. Why do I want my wife? She came bent over because the panties show if the wind blow. Well, show the behind. Cows and animals and mules, human beings don't walk around with the behind out. Savages walk around with the behinds out. And my wife's behind ain't for every man to look at. You understand, sir? It makes a lot of sense. So how can I protect my woman if I'm walking down the street, she's half naked, and some sadist run up and grab her? Hell, I shouldn't have put out there. If I got merchandise I want to sell, I put them in the window for you to see. So if I want my wife, why don't I want everybody to see my wife? What's private? What's mine? Everybody looking at her. What do you mean, what's wrong with it? How can you have a wife or somebody you love? Anything God made precious, nature hides it. You cannot find diamonds easy. You have to dig and dig and dig. Then you got to work to clean them. You cannot find gold. Everything God made valuable, he made it hard to get. Pearls, rubies, and ain't my all. You have to dig, and half the time it don't strike. Everything God created that was valuable, he made it hard to get to. Ain't my woman more important than some diamonds and some oil and some gold when she's the field which produced my sons and daughters? Why should she walk around all nude in all of these design clothes, her breasts is out? She's on the beach wearing clothes that show more than her panties when she go to bed.
That's right. People alone just might as well come out with a brassiere on and her panties. She'd be more covered up than she do in the European style, with just something covering up her nipple and just a little old G-string over, and she's walking out on the beach naked. These are savages. How am I going to have my daughter, my wife, or my woman walk around for her, Amanda? Ooh, look, I could do. Boy, if I could get to her. What I want that for? She's mine. What you mean, what's wrong with walking around half naked? That don't look bad to you because you're of the European nature, and the black people are righteous, and the Europeans have made them unrighteous. But look, I mean, before you go on, there are lots of black tribes who nudity is their dress. They walk around naked. There's nothing wrong in that either. They don't look at it like you do, and I don't know enough about them. They were savages. They're not savages. Yes, we were all savages at one point. They were savages, and we don't style after them. You're talking about the ones who went out into the jungles and started living a beast-like life. We know all about the history of Africa and how it started and this and that, but there are the civilized people there too. And these are the ones we paddle. I want you two people to stand up and take a bow to show you how women dress and how my wife dresses. Sure, that'd be interesting. Let's look at that. Because the sisters stand up who've been converted to our movement in America. Can we get them on? This is where our women dress. Can we put the lights on? These are our women right here. Do that look bad to you? Ain't that beautiful? And that's the way the black woman should look. That's the way she should walk around. That's the way our women look. They are sisters who were converted through the Muhammad Speaks newspaper. These are thousands and thousands and thousands of women in America. In every city, you'll see this take place in the day. You understand? They're clean. They serve God, Allah. They don't serve some English clothes designer. They serve God, and they're proud of it. And what's wrong with that? You ask what's wrong with a miniskirt? What's wrong with that? What man wouldn't want his woman covered up? He can go to work knowing that she ain't somewhere flirting. Some man chasing down the street for her behind part. What's wrong with that? There's nothing wrong with it. Nothing. No. So there's something wrong with that, though, showing it all. I don't think there's anything wrong with it. You don't think there's nothing wrong with it? No, not at all. You don't? Not at all. That's because you're white. That's because your nature is not righteous. Listen, it's not because I'm white and you're black. That's nonsense. Your nature is not righteous. How do you mean my nature your is not righteous? You said you don't mind your woman walking around half naked. You're making some incredible assumptions about me. You tell me you don't. It's the truth. You're telling the world on television. Have you got the priority on the truth? Yes, you know the truth more than I do. The truth is that you don't mind your woman walking around half naked. Sure. You don't mind it? No, of course not. Well, then that means you're not righteous. But look, let me put a point to you. Half nude? Let me put a point to you. And you're a Christian, too? Christianity shouldn't be back then. I'm in fact a non-believer, if it comes to that. Oh, well, now I understand why, then. You're a non-believer. I'm sorry. Not at all. I'm sorry, you're a non-believer. You can't say just if you're a non-believer in God, then I understand why you don't care about morals. I believe in my own kind of God, like good. A lot of people do. Right. I believe in some God kind of being. God created man in his own image, but you made God in your own likeness. Well, we can all quote cliches like that. But let me put a point to you from a book. From a book written by a... by a friend of yours. I'm serious. I've never hit a man on television. You are feminist. I might go to jail, but I don't care. You feminist? I'm serious. أيها السادة، أنا بقدر ما أعجبني المنطق الذي تكلم به الداعية محمد علي كلاي، نعم أنا أسميه الداعية، أعجبني أكثر النفس الذي تكلم به وهو يدافع عن الإسلام وتعاليم الإسلام بكل قوة وعزة نفس، بعيدا عن لغة الضعف والإنهزامية التي تنتاب شبابنا وبناتنا. وللأسف عندما تخلع بنات المسلمين الحجاب وهن يعيشن في بلاد المسلمين، نجد المسلمات في بلاد الغرب تتمسك بحجابهن وسترهن رغم الضغوط والمعاداة والفوبيا ضد الإسلام. عندما خلعت الممثلة حلا شيح النقاب، ظهرت الإعلامية الأمريكية طاهرة رحمان لتكون أول مذيعة محجبة في الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما خلعت الفنانات سهير رمزي وشهيرة وصابرين الحجاب، قامت الفرنسية مريم بوجيتو بارتداء الحجاب وهي رئيسة اتحاد طلاب أعرق جامعة فرنسية، جامعة السوربون. ومع حرب الصحفية المصرية فريدة الشوباشي وأمثالها ضد الحجاب، كانت روث دافيد رئيسة حزب المحافظين الاسكتلندي تدافع عن المسلمات وحقهن في ارتداء الحجاب والنقاب. مع تغير ثقافة البنت العربية ولهفها وراء الموضة والقصد والتضييق والسفور، تجد بنات المسلمين في الهند وافريقيا والشيشان واندونيسيا تقاوم كل أشكال الموضة بلباسها الشرعي المحافظ. إنها سنة الاستبدال الكونية يا سادة. ومع تفشي المشككين والملحدين في بلاد العرب، يسجل الدين الإسلامي أعلى مؤشر
لأوسع الأديان انتشارا في العالم. فالإسلام دين عزيز، عزيز بنا أو بغيرنا، وسيظل الإسلام عزيزا إلى يوم الدين بإذن رب العالمين. الخلاصة تقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم ثبتنا ولا تستبدلنا.